اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفتي الكابتن الكبير طبعا سندس حشانه، نجمه منتخب تونس ولاعبه الفريق الاول لكره اليد سيدات واللي انضمت مؤخرا للفريق. اهلا بك. اهلا بك وشكرا على الاستضافه، بارك الله فيكم. نورتي مصر ونورتي النادي الاهلي ونورتي قناه النادي الاهلي. بوجودكم شكرا. طب بقول لك يا سندس، احنا عاملين كده يعني في او بنعرف جمهور النادي الاهلي بيكي اكتر، خلينا نشوف الفي او ونرجع لبعض. طيب اعزائي المشاهدين، هنشوف في او مع بعض عدناه مخصوص، او فريق البرنامج عده مخصوص لسندس نتعرف عليها اكتر، نشوف التقرير او الفي او وارجع لحضراتكم. النادي الأهلي الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها البطولات، فهو النادي القادر دائما على اتخاذ القرارات التاريخية لإعادة بناء الفرق الرياضية لاستعادة مجدها الرياضي، وعادة ما تأتي تلك الخطوات من تونس الخضراء حتى أضحى الأهلي قبلة نسور قرطاج للتحليق في سماء القاهرة بألوان وشعار الشياطين الحمر، وذلك بعد تعاقد هو الأول من نوعه في تاريخ قطاع كرة اليد في مصر والقلعة الحمراء مع اللاعبة التونسية سندس حشانة لاعبة منتخب سيدات تونس لكرة اليد التي باتت أول محترفة في تاريخ فريق سيدات اليد بالأهلي. فما أشبه الليلة بالبارحة عندما قام الأهلي قبل بضع سنوات بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالدولي التونسي أمين رزيق الذي ساهم في التتويج ببطولة دوري كرة السلة. وفي كرة اليد استقطب الأهلي العديد من نجوم تونس مثل يوسف معرف والذي ساهم رفقة زملائه بالتتويج بالعديد من الألقاب، بالإضافة إلى اسكندر زايد والذي لم يتمكن من المشاركة لوقت طويل بقميص الفريق نظراً لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ليحل محله مواطنه أسامة الجزيري بعدما انضم لكتيبة نسور الأهلي مطلع الموسم الجاري، لتصبح سندس حشانة آخر حبة في عنقود مواهب تونس الشقيقة الذين انضموا لصفوف القلعة الحمراء والتي تعد أحد أبرز المواهب في كرة اليد العربية بلا منازع. ورغم صغر سنها إلا أنها نجحت في فرض اسمها بين عظماء كرة اليد بعدما خاضت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما 67 مباراة دولية مع منتخب تونس. شاركت سندس رفقة نسور قرطاج في بطولة كأس العالم في مناسبتين، بالإضافة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب مساهمتها في فوز منتخب تونس بالميدالية الفضية للبطولة العربية، بالإضافة إلى تتويجها بالعديد من الألقاب رفقة فريقها السابق الإفريقي التونسي. ونظراً لتميزها وبراعتها في عالم كرة اليد انتدبها فريق كاستامونو التركي للمشاركة في بطولة كأس أوروبا في عام 2019. حصدت لاعبتنا على العديد من الجوائز الفردية محلياً ودولية، فقد نالت جائزة أفضل صانعة ألعاب في إفريقيا وتونس عام 2014، وأفضل لاعبة في تونس عام 2015، وأفضل صانعة ألعاب في بطولة كأس العرب 2017، وأفضل لاعبة في تونس في العام 2018. لتبدأ سندس صفحة جديدة في مسيرتها الحافلة رفقة الفريق الأول لسيدات كرة اليد، مدافعة عن شعار الشياطين الحمر، متسلحة برصيد هائل من الإنجازات ودعم كامل من جماهير النادي الأهلي لكافة المنتسبين له بشكل عام وأبناء تونس الخضراء بشكل خاص.